بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا بفضل الله جل وعلا من كتاب الأطعمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. قال رحمه الله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. قال الشارح عفى الله عنه: معنى الإسكار وحكم ما أسكر. قوله كل مسكر حرام، معنى الإسكار ذهاب العقل. والخمر سمي خمرا لأنه يذهب العقل. وكذلك معنى الإسكار كذلك التغطية، يغطي العقل، ذهاب العقل وتغطيته. والخمر سمي خمرا لأنه يذهب العقل، أي يغطي على عقله. معنى الإسكار إذهاب العقل وتغطيته، إذهاب العقل وتغطيته. والخمر سمي خمرا لأنه يذهب العقل، أي يغطي على عقله. وأصل مادة خمر غطى، خمر الإناء أي غطاه. فكل مسكر حرام، جاء في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا خارج الصحيح بهذا اللفظ. قوله: وما أسكر كثيره فقليله حرام، ثبت عند الترمذي وأبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ من سيجيب؟ عندك ضيف؟ يعني ما شربت كثيرا، فما شرب الإنسان من كثيره يسكره، فلو شرب قليلا ولو لم يسكر فهو حرام. فلو أنه شرب لترا فأسكره، ولو شرب منه نعم ربع لتر لا يسكر، فربع اللتر أيضا يعتبر خمرا ولو لم يسكر، لأنه قد يسكر كثيرا. ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلا يقال ما يصير حراما إلا إذا شرب كثيرا وذهب عقله. ما أذهب العقل بكثيره فقليله حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام. رواه أبو داود وفي الصحيح المسند. ما أسكر منه الفرق، الفرق كم يساوي؟ كم مقداره؟ 3 أعصى سيأتي. الصاع الواحد يساوي لترين وزيادة. إذا كان ما يسكر إلا أن يشرب نحو 7 لترات، انظروا إلى هذا المثل، 7 لترات، ما يسكر إلا بشرب 7 لترات مثلا، فملء الكف منه حرام. فليس الإنسان يقول: أنا ما شربت إلا قليلا وما أصابني منه السكر. فما كان يسكر كثيره فقليله حرام. قال: ومعنى قوله ما أسكر منه الفرق، الفرق بفتح الراء، ما أسكر منه الفرق
ما هو الفرق؟ قال الفرق ثلاثة آصع. لو شربت شرابا ثلاثة آصع فسكرت بعدها يحرم عليك حتى ولو ملء الكف. ملء بدون الهمزة على السطر. ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. أشكرها مرة ثانية بالتسكين، كان الذي نحفظه أنه فتح الراء. ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني إذا كان الشراب إذا شربت منه الكثير يسكر فيحرم عليك حتى ولو القليل. مسألة، هل المسكر من ثمار معلومة كالعنب والزبيب فقط؟ الجواب من العنب والتمر والشعير والذرة والزبيب والعسل، كل هذه إذا وصل بها الحال إلى أن صارت مسكرة حرمة. كل هذه يشتد إذا أخر نبيذه صار خمرا. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى قال أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة، والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. أتى هنا بلفظ عام، كل مسكر أسكر عن الصلاة، إذن ليس مخصوصا من ثمار معينة، كل ما أسكر فهو حرام. قال فماذا عن حديث عمر قال والخمر ما خامر العقل؟ قال ونزل تحريم الخمر وهي من خمسة، فعدد خمسة أشياء: العنب والتمر والذرة والزبيب والشعير، وكانت مشهورة عندهم. وليس هذا على سبيل الحصر، إنما هو على سبيل التمثيل بما اشتهر عندهم، وإلا فقد قال عمر بنفسه والخمر ما خامر العقل أي غطى العقل. ما خامر العقل أي غطاه، إذن ليس مخصوصا من هذه. المسمى لا من العنب والزبيب فقط ولا حتى من الخمسة كلها، إنما هذا أشهر ما كانوا يصنعون منه الخمر قبل تحريمه. ثم أيضا من عصى الله بذلك بعد التحريم، غالبها من هذه الأمور. مسألة الآنية التي يجوز الانتباذ فيها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. قوله الانتباذ أي يصنع النبيذ من هذه الثمار فتصنع لك نبيذا لشربه، نبيذ من الزبيب أو من التمر أو من العسل أو الشعير أو الذرة أو الزنجبيل أو غيرها، فيجوز أن تصنع لك نبيذا من هذه الأمور في جميع الآنية. والنبيذ مراد به ما لم يسكر، أما إذا قد وصل إلى حد الإسكار فلا يجيزه أهل العلم، صار خمرا. وأيضا سيأتي معنا أن مستثنى أنه لا يتأخر إلى ثلاثة أيام، بعد الثلاثة الأيام لا يشربه. وسمي نبيذا من النبذ لأنه يقذف بالزبيب أو بالتمر إلى الماء. ينبذها. قوله وفي جميع الآنية إشارة إلى نسخ الحديث الوارد في النهي عن بعض الآنية. في حديث ابن عباس بوفد عبد القيس
في الصحيحين وجاء عن أبي سعيد في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وربما قال المقير، فكان منهيا أن ينبذ في هذه الأوعية أو أن ينبذ في هذه الأوعية. السبب في ذلك لأنها أوعية حارة يسارع إليها الإسكار قبل أن يشعر بذلك. فالدباء هو القرع المعروف، والحنتم جرار خضر، والنقير جذع النخيل أو جذع الشجر ينقر ويربط داخل الجذع، والخشب حار، والمزفت المطلي بالزفت أو الزفلت ويطلق زفت هكذا. والمقير أيضا هو نفسه يقال مطلي بالقار وهو السائل الأسود، يكون مطليا به فيجلب حرارة للوعاء. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم. العبارة خطأ. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. إذن هو منسوخ بحديث بريدة، نص النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه نهى عن ذلك ثم أباح لهم ذلك. فقول الشوكاني: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية اعتمادا على الحكم الأخير وهو الناسخ، وإشارة إلى نسخ الحديث المذكور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.